احنا عايزين نعرف منه يعني عنه عدد من المعلومات. اولا دكتوره شريفه برضو للتوعيه، عايز اعرف من حضرتك نسبه الاصابه بالمرض، خاصه ان احنا عرفنا انه مش بيصيب السيدات فقط لكن بيصيب نسبه وان كانت قليله حتى من الرجال، ان صحت هذه المعلومه طبعا. صح، هو طبعا تاني سرطان في الانتشار بعد سرطان الجلد، تاني سرطان على طول بيصيب السيدات وبيصيب 12% من السيدات، دي طبعا الإحصائيات الأمريكاني، فهو حاجة منتشرة بطريقة فظيعة. وفي مصر هنا المركز القومي اللي هو لعلاج الأورام قال إن 15% من السرطانات اللي هو بيعالجها هو سرطان الثدي، فطبعا ده حاجة منتشرة انتشار فظيع. لكن التوعية اللي احنا بنعملها دي كلها فعلا ساعدت على ان التشخيص يكون اسرع، وكل ما التشخيص يكون يعني قصدي بدري يعني كل ما السيدة تعيش اكتر والعلاج يكون احسن في 25 ل 30% من الحالات.